قصص زواجي بديت من أني كنت بالمدرسة، يعني بالإعدادية، وبيومها يعني شلون تعرفت على زوجي؟ بيومها كان مطر، وتعرفين مطر وطين وهيك، يعني هي منطقتنا كان كلش يعني تعبانة، فأني طينت بيومها، فولد ساعدني يعني طلعني، يعني طمست انا الصراحه بالطينه فهو طلعني، فمن هاي انا كلش حبيته ووصلني وقال لي محتاجه شيء هاي، فظليت من بعد هو اندل بيتنا، فظل دائما اشوفه ويشوفني، وطلع نفس المنطقه قريبين يعني، فصارت بيناتنا حب، ولحد ما انا يعني طلعت معدل زين ودخلت كليه، هو دخل معهد، هو أكبر مني يعني، هو قبلي دخل وكمل دراسته ومنتظرني أنا أكمل دراسة حتى يتقدم لي. أهلي ما كان عندهم مشكلة أو اعتراض، حتى يعني أمي تدري بي وأختي يعرفون إنه هو قصد شريف. من تخرجت أنا من الكلية فإجا تقدم، من تقدم يعني هو قال اني ظروفي يعني مو رأسا نتزوج، فاذا تبقى يعني كم سنة هاي ماكو مشكلة. فابويا واخواني عرفوه وسألوا عليه اكثر وهاي، فقالوا مو مشكلة عادي، انت شقد ما تريد يعني انه خلاص تستعد وتقول اني يعني مكون نفسي وما، فاحنا ما عندنا مشكلة، بس بشرط واحد انه هسه مو مثلا اليوم خطبت انت بعد اسبوع تعقد محكمه. طبعا فتره المراهقه هي فتره الاختلافيه، يعني اليوم لما يكون اطفال يلعبون بالشارع يلعبون سوا، ماكو فد فروقات بيناتهم، ما عدا يمكن يعني يقول عنده شعر، حتى نلاحظين انه بعض الشباب بعض الاولاد الصغار شعرهم طويل عادي، ما راح يحس بالفرق بينه وبين البنيه اللي يلعب وياها، ليش؟ لان ما واصل مرحله الحلم والنضج وبدا يفكر انه هذا مختلف عنه. فبدأ يفكر انه هذا شيء مختلف. تبدي فتره المراهقه اللي هي اصعب مرحله عند الطفل، ليش؟ لانه راح يتغير حتى تفكيره، راح تبدي تتغير الهرمونات عنده وراح تتغير عنده هواي شغلات، فاحنا بنقول ليش انه هاي الفتره بالذات يحدث، ما يحدث الحب بالطفوله لانه بريء العاب الطفل ومرحله الطفوله مريئه، لكن ممكن يحدث الحب في مرحلة المراهقة، وهو نوع من الحب، مو كل الحب اللي احنا نفتهمه، ممكن يوصل للانتحار، ممكن يوصل للجنون، ممكن يوصل للبكاء، ممكن يوصل لبعض، شوفي بعض المراهقات تمتنع عن الطعام واهلها بين فترة وفترة يودوها مستشفى، يعني فهاي حالات الحب اللي يصير بهيج عمر هي فترة مراهقة، يعني انا دائما اقول انه كيمياء الجسم بهاي الفترة اصعب ما يكون، ليش؟ لانه احنا يحتاج متابعة، يحتاج متابعة حقيقة، ليش؟ لأنه الطفل بهاي الفترة ما عنده أحد يوجهه أنه هذا صح هذا خطأ. وأنا كيفت يعني، وأخيرا الإنسان اللي يعني الأحبة راح يصير إلي، فهو وافق على هذا الشيء، و صارت الخطوبة، ورا أسبوع صار العقد المحكمة، فإحنا طولنا 4 سنوات. خلال هاي ال4 سنوات أنا يعني ما اشتغلت ولا أي شيء، أنا يعني قاعدة بالبيت وهو خطي يشتغل ويكون نفسه حتى إنه نتزوج. بعد 4 سنوات حددنا موعد الزواج وكملنا كل شيء، اشتريت كل شيء، ويعني شو أقول لك، على راحتنا، فجهزنا وهو هم خطي بشغله وهاي، فما قصر بشيء. فحددنا موعد الزواج، تعرفين يعني هذا حلم عمر صار عندي، فمتحمست له. بيوم الحنة مالتي يعني أني كان هذا اليوم أسعد يوم بحياتي، لأنه قعدت متحمسة وأخيرا الإنسان حبيت راح يصير إلي، فقعدت الساعة ب5 الصبح، وقعدت كل أخواتي وهاي وأقاربنا يعني، ورحنا للصالون، تصورين هاي الفرحة وهاي، بس شلون كان حسيت انه اكو فد شي ناقص، يعني احس اكو شي، فد اسالهم ناسين شي، ما ادري شنو، ما ادري احس اكو ناقص. ف
رجعنا للبيت، عارفين احنا من عاداتنا وهاي من نرجع البيت تجينا يجي العريس بالليل، فاحنا خلصت الحنة وتحنيت وتونسنا وهذه لحد منتظرين العريس يجي هو واهله بالليل. هسه يجي فجأة دخل علي اخويا وجهه كان مقلوب، فاني يعني قبض قلبي وقال لي يعني أنا هسه أجي، تعرفين إحنا حنة ما، فأخذنا على صفحة يعني سولف لي، قال لي إحنا يعني بالحنة البنات الولد بيطلعون من البيت إخواني، و يعني فجاي تبليغ من محكمة إنه هو رافع طلاق يريد يطلقني. تمسكها بالعادات، تمسكها بالحرص، الأب لما يكون حريص على بنته أكيد راح يعرف بنته وين تروح وين تجي، حتى لو إحنا اليوم عايشين حالة التطور والإنترنت، لكن هو يعرف بنته ويوم تتصل من أصدقائها على أي مرحلة من المراحل بدأ يشتغل بنته، ويوم تتصل شلون تغير بنته، أكيد بنته راح تتغير بمن، شو راح نحس إنه أكو تغيير. البنت بتتعلق فترة المراهقة مع الشاب اللي هو ايضا مراهق، حيحسون انه اهاليتهم اعداء لهم، وانه هم اثنيناتهم واحد يحب الثاني لحد الجنون، وانه لازم يبقون العمر كله وخلاص، يعني ما حسوا اي شيء، ماكو مسؤوليه بهذا الموضوع، اكو مشاعر، كتله من المشاعر، ماكو مسؤوليه انه انت بكره تكبرين بالعمر وتتزوجين وتتزوجين شخص قادر على العمل حتى يقدر يعيلك ويعيل اولادك، وهاي المشاكل اللي بقت في فتره المراهقه واللي عاشت ادوار الحب، شوفي نهايتها دائما الطلاق، لان تنصدم بواقع حقيقي انه الحياه الزوجيه بها اساسيات، شركه، اليوم الشركه اذا راس مال ما يكفي لازم راس مال ثاني، اذا اكو توافق بين الرجل والمراه بين الشريك الاول والشريك الثاني، فاثنيناتهم يبنون هاي الشركه، والا لم ما يقال عليها شراكه زوجيه. اليوم هاي المشكله الحقيقيه اللي احنا مرينا بها، عدم متابعه الاهل لكثير من المراهقين. بعد ما يصاب الطفل او البنت بالانهيار او الانتحار راح تصير ادمان، انا احس بها انها عقوبه للمجتمع مو للبنيه نفسها، ليش؟ لانه كثير من البنات من توصل هاي المرحله تبدا العوائل تشد على بناتها الباقيات، وكانه هي هاي الشيء متكرر متطبع بكل البنات. الكل طبق. يعني شوفي انه ما استفادوا، يعني صارت عقوبه بالزايد، شوفي انه الكل بدا يحاسب بناته ويراقب بناته كانه خاف تتكرر هاي الحاله، ربما حالات ثانيه تتكرر. ليش انا اخلي هاي الحاله؟ ليش ما انا اساسا ابني بناء صحيح؟ اعطي ثقه لبنتي. البنت كالرجل نفس الشيء، مساواه بالعمل، مساواه بالنجاح، مساواه بالتفوق، وحتى مساواه بالمشاعر. اليوم كثير من البنات لما تكون البنت خايفة من أمها وخايفة من أبوها، راح يصير صندوقها الأسرار الإنسان اللي تحبه، راح تطي أسرار أمها وتطي أسرار أبوها وتطي أسرار بيته، وشفنا إحنا كثير من الشباب استدرجوا المراهقات وقدروا يسرقون بيوت. صدم من يتلت الشاقة شنو قال إيه هذا التبليغ، ويعني ما أدري ماخذين الجيران ما أعرف شلون، فهو من جاي أخويا بالليل، احنا من اجى دخل احنا قلنا يمكن اجوا هم اجوا، يعني قال هذا التبليغ جاي من المحكمه ورافع قضيه طلاق. انا انهاريت وصرخت وبكيت وقلت لهم هسه اروح لهم، هم قريبين علينا، فهم هدوني وما قبلوا ان نروح، خلص ما دام هو ما يريدك، يعني بس هي بس تحسين بالفشله اللي صارت ويا الاقارب والاهل وال يعني أنا تمرضت وخذوني المستشفى وتعرفي المغذيات وهاي، يعني تعبت، أدق عليه ما يجاوبني، ما أعرف شنو السبب. فبقيت هذا الحال أسبوع وأنا مريضة، فبيومها قلت أنا لازم أروح له، أهلي ما قبله وقالوا خلاص أنت هذا روحي بالموعد نروح وخلاص يريد يطلق، خلاص إحنا صبرنا وياه، وإحنا لأن واجهه ولا هاي، لأن هو ما يستحي وعيب عليه. فأنا غافلتهم بالليل ورحت،
رحت له للبيت دزيت له رسالة، هو ما يجاوب بالاتصال، قلت له أني بالباب جوا، رحت حافية وبدون حجاب. طبعا الحجاب أنا لبسته هو لبسني إياه، أنا ما لابس الحجاب عن إرادتي، لبسته لأن هو يعني غار علي وهاي. فهو تعجب شافني أنا بدش داشة وحافية وجاية بدون حجاب، قال لي أنتي مخبلة إيش جابك؟ وراد يعني شلون يجيب لي شيء يغطيني خاولي. قلت له انت خايف علي؟ انت تريد تسترني؟ شو انت اللي عفتني بيوم الحنه يعني تصدمتني انت ليش؟ ايش سويت؟ يقول لي ما قال لي غير كلمه واحده، بعدين راح تعرفين ولمصلحتك. شنو بعدين؟ قلت له يعني بعدين شنو؟ انت راح ينتهي كل شيء، انت شنو بعدين؟ قال لي مصلحتك وارجوك خلي ارجعك للبيت اهلك لانه هذا مصلحتك. اللي عندها هويه متزوجه اللي هي اساسا يعني عايشه حياه زوجيه، هذه لحد هذه اللحظه تقدر تقول انها مرت في تجربه، لو كانت تعتبرها زواج وطلاق اذا راح تبدي تعيش كل حياتها عايشه هذا الحمل الكبير عليها. بس اذا فكرت انه هذه تجربه وانه رب العالمين هو اللي يختار، وانه يكون عنده قناعه كامله انه رب العالمين يختار دائما الشيء الصحيح. احنا دائما نقول ليش صار بينا هذا الشيء؟ ليش ما نقول الحمد لله انه هذا الشيء راح من عندنا؟ ليش دائما احنا ما نكون عندنا ثقه برب العالمين؟ لازم يكون عندنا ثقه، لان يعني اذا وثقنا من رب العالمين راح نحس انه كل الاشياء اللي تمر بينا من فقدان هي حقيقي، يعني هي في صالحنا احنا. واحنا اعتقد هوايه اكو عندنا بالقران الكريم، شفت انت يعطي امثله من يقول له ليش هذا السفينة قلبتها، ليش الجدار موتت ذول الثنين، ليش هيك سويت؟ فالأسباب هواية، يعني يقول له لا ألم تستطع معي صبرا، يعني يقول له أصبر شوف النتيجة. يعني بعدين فسر له أنه هذا الولد عاق، أنه أنا خلصت أمه وأبوه لأن كانوا يوصلوا ليل ونهار. فاليوم إحنا يعني عندنا دستور ومجتمع حقيقي، نتمنى من كل العوائل أنه تعطي هذا الشيء الجانب الحقيقي. الأم هي مو الأم اللي توفر الملابس لبتها والموبايل أحدث موديل وتحاول أنه تعتبر بتها والله بنتي آخر فيك بنتي كذا، لا خلي بنتك آخر خلق. واليوم الإسلام هو أخلاق حقيقة يعني. فأني أشوف أنه أكو مشكلة حقيقية، هي تتحمل مسؤوليتها 90% العائلة 10% المجتمع صديق السوء. بالنسبة للحقوق، حقوق الزوجة زين، هي انه في حال اذا وجدت بالزوج عله او مرض وفق احكام مواد قانون الاحوال الشخصيه في الماده 43 الفقره السادسه، زين اذا وجدت الزوجه ان الزوج مبتلى بعله قبل الدخول او بعده، مبتلى بعله لا يمكن استمرار الحياه الزوجيه، تستحق التفريق وطلب التفريق وممكن يفرقها القاضي. زين اما اذا كانت العله زين زائله ممكن زوالها، فيؤجل طلب التفريق الى حين اخر. اما بالنسبه لحقوقها، حقوقها تؤخذ في حاله انه اذا كانت قبل الدخول تؤخذ نصف المهر حسب سؤالك، واذا بعد الدخول فتؤخذ المهر بشكل عام كامل. رجعت المهم للبيت وخلاص قلت انا لازم اتقوى ولازم انساه، لان ما دام الانسان ما يريدني انا ما اريده، على الرغم انه احنا سنوات ويعني وصبرت وهاي. رحت للمحكمه بيوم الهادي، قالوا انه انتم يصير طلاق بس انت الك نصف، يعني تاخذين نص المهر مالتك لانه ما تزوجتوا، وهاي غراضك وما ادري شنو تاخذيها. يعني هم يسولفون، يعني انا بالي مو يمهم، يعني هم رايحين ويا محامي وما ادري شلون انه هاي الغراض كان كلها ما تهمني. الاخر لحظه يعني بالمحكمه قلت له يعني لازم تقول لي السبب، قال ما اقدر اقول لك السبب، هو لمصلحتك وراح تعرفين وراح اقول لك بس مو هسه. المهم صار الطلاق، يعني قلت له انت مصر انا ما اريد اطلق، بس اذا ادخل على القاضي واقول له ما اطلق ما يعني يجوز ما يقبل. قال لي لا بس ارجوك الخاطر واذا تحبيني قبلي بالطلاق. بعد اكثر من هذا كلامه فطلقنا. وراها انا بقيت يعني حسيت انه هو يعني مغصوب، وهو يعني كان دمعته بعينه، واتصل باهله
أهلها هم يعرفون السبب، يعني هم مستعدين وحابين وما عندنا أي مشكلة وياهم. فظلت ألح عليها وأدزله وهذه، قلت له يعني أني أريد أعرف السبب، خلي كل واحد يروح بطريقة بس أريد أعرف السبب. قال ماشي خلي يتعدى الموضوع شهر، أنا تعبان. صبرت هذا الشهر ويعني شقل لش طلوع روح لحد ما خلص الشهر. قلت له خلص الشهر ها شنو؟ قال يلا تعي بهالمكان، يعني مكان عام وخلي أسولف لك. رحنا بحديقة عصرية، فالقصة يقول بدت هو يسولف لي، يقول لي أني أصدقاء تعرفين شباب وهاي، فحكولي قالوا لي إنه أكو مكان يسوي مساج للشباب وهذا المكان راح ترتاح بيه ويلا تعال ويانا هاي لو أنت تخاف من مرتك. قلت لهم لا يعني أنا ما أحب هاي الأشياء وأنا ما بقال شيء وراح أتزوج، صح أنا صبرت هالسنوات وراح أتزوج. يقول لهم ملاحين عليه وقال لي أنت إذا تريد ما راح تصير أشياء حرام وهاي، بس أخذ يعني ما هو يقول مساج وعلاجي وهيجي شيء. فرايح وياهم قنعينا، رايح وياهم. من رايح وياهم يقول يعني من رحت هناك ما أعرف، يعني اعطوني شيء شربته تخدرت ما أعرف بحد، وشفت يعني البنات والصراحة ما تحملت مثل أي شاب، ويعني فيعني مسوي علاقة حرام بهذا المكان لحد الآن. أنا يعني من يعني قوة صابرة هو يحكي، لأنه هو ما أعرف شلون أنا قلت يعني ما أعرف يعني ما أقدر أفسر الموضوع ليش هيك سوى وشنو إجى بباله، هو يعني عريس يعني ما بقى له شيء يعني. المهم وراها يقول فترة، طبعا هذا الموضوع صار لفترة يعني ما أعرف إيش قد أشهر سنة ما أدري ما سألته بالضبط. فجاية صديقة قايلة هذا المكان اللي إحنا كنا نروح له هو رايح له مرة واحدة لزموهم وطلعوا بيهم إيدز البنات، يعني إحنا لازم نروح نفحص زين، فقلت تعال ويانا. وهو صديقة ناصحة بأنه أنت لازم هاي زوجتك، أنت ما بقى لك شيء على زواجك فطلقها أحسن، ليش يعني تبلي بنت العالم وتعديها إذا أنت بيك. حقيقة لابد من سؤال نفسنا أو سؤال المجتمع بشكل عام، هل مراكز المساج هي مراكز لممارسة نشاط المساج أم ممارسة فعل البغاء؟ كل المجتمع العراقي بشكل عام يعرف ومتأكد يقينا أنه هذه المراكز هي لممارسة نشاط البغاء بصورة أو بأخرى، وعليه من الجانب القانوني بالنسبة لهذا النشاط هو محرم قانونا ومجرم كذلك زين، وفق أحكام مواد قانون مكافحة البغاء لسنة 1988 رقم 8 زين، حيث أكد القانون وبالمادة الرابعة منه والمادة الثالثة كذلك على أنه من مارس فعل البغاء أو من دار محلا أو منزلا للبغاء يعاقب بالسجن لمدة 7 سنوات، وكذلك من قامت بفعل البغاء زين أو من قام بفعل البغاء يعاقب بإيداعه لدى دور الإصلاح، وعليه فهو مجرم قانونا تماما، مجرم قانونا بالقانون اللي ذكرته آني آنفا. هذا من الجانب القانوني، أما من الجانب الديني والاجتماعي كل المذاهب الإسلامية من المذهب الجعفري والحنبلي والشافعي وإلى آخره من المذاهب تحرم هذا الفعل، سواء كان فعل بغاء أو فعل مساج بالنهاية، لأنه هو محرم بالنهاية، هي لا تحله ولا يحلها، وعليه الفعلين هم محرمات. وكذلك بالنسبة للمجتمع، المجتمع العراقي هو مجتمع إسلامي، مجتمع ديني ينكر هذه، يستنكر وينكر هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل واسع ومريب داخل مجتمعنا. سبب الانتشار وبشكل متعمد كذلك، شلون بشكل متعمد؟
لانحراف شبابنا، هي فكره لانحراف شبابنا، لخلق افكار غريبه داخل المجتمع وداخل الشباب، لارتياد هذا الشاب لما يرتاد مركز المساج او كذا او غيره راح يصيبه امراض. هذه الامراض امراض مستعصيه، الطب مرات يعجز عن علاجه تؤدي الى الموت من هالايدز وغيرها وغيرها وغيرها. زين، لانها في الحقيقه هي مركز لممارسه نشاط المساج، لكن الواقع هو ممارسه نشاط البغاء والدعاره. وهذا الفعل هو بالنسبه للي يدير هذا الموضوع يجب ان يكون له مستلزمات خاصه وكذا، لا توجد في دولتنا، لا توجد في العراق، لكن توجد في دول اخرى تحتاج الى اشياء والى امور بحيث ادارتها تكون بطريقه صحيه وسليمه. قبل فتره طبعا اولادي راحوا للمسبح، تدرين المسابح اليوم خصوصا في بغداد، انا بدي اتكلم لك عن المحافظات لان ما اعرفها، في بغداد المسابح اكثرها مو نظيفه، وين الرقابه عنها؟ تعرفين انا المي اللي ينزل بيه ابني يرجع محصف جسمه كله، واضطر اني اوديه امراض جلديه، ليش انا اتعرض؟ بديت امنعهم حفاظا على صحتهم، حفاظا على بشرتهم، يعني بدهم هم اصلا يقرفون هذا المكان، ليش اني اساسا ما اخلي رقابه؟ واذا نادي، واذا نادي اليوم 100% يعني من 400 الى 500 شاب يدخل هذا المسبح، هل انت واثقه انه هذول كل الشباب نظيفين؟ دعي الايدز، دعي الامراض اللي موجوده الزهريه، شوفي انه ما عنده امراض ثانيه جلديه، ما عنده بهاق، ما عنده ثعلبه، ما عنده طاعون، ما عنده اي شيء، عنده اكيد. واذا ما عنده لا سمح الله، انا شنو اللي يضمني انه هذا كل الشباب ال 400 شاب اليوم هم كلهم نظيفين؟ والدليل على هذا انه يجيك الشاب، يجي الطفل بأكزيما. ليش تصير أكزيما؟ هي حاله من البكتيريا العاليه. شكلت الأكزيما، شلون شكلت الأكزيما؟ الأكزيما تجي من شيء يعني انه تعرضوا الى اكثرهم، شوفي مشاكل الشباب. فحبيت اني يعني ايضا مسؤوليه مجتمع الكل يعني احنا طبعا تكلمنا بهذا الشيء، فاحنا يعني ابني من الاعضاء، فمن سالوه قالوا له انت متغيب صار لك كم شهر؟ قالوا بعد ما اجي لانه المسبح مو نظيف. كم واحد مثل ابني يواجه الموقف؟ اكو بيهم يقول لك لا بعد ما اروح، او يروح يجاملون جماعته. فاليوم احنا محتاجين انه مو بس ننظف عقولنا، ننظف اجسامنا، ننظف عقولنا وننظف المجتمع من العادات السيئه اللي موجوده. هذا الشاب قبل حنته بثلاث ايام، لما انت يعني مقبل على زواج، وخلنا نفرض انه مثل ما تحدثت السيده انه يعني الانسه، خلينا نقول حتى لانه هي ما زالت لحد الان انسه. حين تحدثت وصفت انه الموقف انه الرجل قبل المهر باسبوع خطى هذه الخطوه، ليش؟ هل هو قصور بالحب؟ هل هو قصور بالمسؤوليه؟ ليش ما تحمل مسؤوليه؟ يعني انا اشوف الشاب انه شهر شهرين قبل الزواج حتى ما بقى شيء، وقت كلش ضيق. فاني لحد الان هي تقدر اذا كان فعلا هو مريض، يعني انا انصحها نصيحه ام، اذا كان هو فعلا مريض. أنا البارحة يعني اتعمدت إنه أسأل دكتورة موجودة في الصحة الدولية، وطبعاً أنا أشكرها من خلال قناتكم دكتورة مها، متعاونة مع كل المنظمات، مع كل الناشطين. فقالت إنه إحنا عندنا حالات شفاء كلش هواي، حالات شفاء بهذا المرض. إذا كانت هي فعلاً تيدي الشاب، وهذا الشاب ممكن إذا هو كان رايده فعلاً متمسك بها فعلاً يعالج نفسه، لأن أنت تعرفين كل زين إنه حالات الوفاة هي نقص المناعة، لأن هو ترى مو مجرد يجي من الممارسات الجنسية، لا هو يجي حتى من الأبرة الملوثة. فإحنا ما نريد نحكم على شخص واحد إنه هذا إنسان سيء، لا هذا قدر صار بهذا الشكل، يعني احتمال استخدمه احتمال يعني مو سيدة، وجزء يعني عتها كار صحة، جزء المواد اللي بها ملوثة، جزء أحد الأشخاص مصاب، نقل العدوى لكثير من الشباب الموجودين. هل هي على استعداد ان تنتظر هذا الشاب، ان تعالجه، ان توقف وياه اذا كانت فعلا هي تحبه يعني تريده؟ خد تفتح له باب المساعده. فهو منهار وحلم حياته، وهو حسب كلامه يقول انت يعني اني ربينا سوى وهاي مو سهل علي، بس هذا اللي الشيء صار.
فاني خلال هاي الفتره انت ما تدرين اني رحيت وسويت يعني هذه حتى انه انت ما تبتلين مثلي. فرايح هو مسوي تحليل، ابو التحليل ايش قايل له؟ قايل له بانه انت ما تطلع النتيجه، يقولون هذا خلال شهر ما تطلع، يعني بعد شهر يلا تطلع النتيجه. فهو وهاي صارت هاي الفتره بيها احنا يعني صار الطلاق مالتنا، فهو ما رايح شايف النتيجه او لا مو النتيجه، يعني شلون انه بعد شهر قايل له مع الوقت انت ممكن تعرف انه صار بك او بالبدايه ما يطلع. فانا طبعا ما قلت له غير كلمه واحده، قلت له روح حلل، روح شوف تاكد، يجوز ما بيك، عندنا امل. شوفي المشكله، انا قلت لك هسه قبل شويه صديق السوء الى 10% بالتاثير المباشر على سلوك الفرد. اليوم انت بنشوفين انسان متغير، بنت مراهقه من تحدثت وياها عرفت انه اكو ولد بحياتها ومؤثر عليها، لان سوى حركاته، ممكن تلاحظين اكو بنات سوى حركات ولد وكذا، فحبيت انه اني اراقب الموضوع انه هذا منو اقرب واحد ايش تسوي. عرفت انه هي اتصال بهذا الشاب بتقلد حركاته وتقلد اموره الايجابيه والسلبيه. فالتاثر عند المراهقين وعند بين الانسان، يعني الشخصين يحبون بعض، يصير تاثيرهم 1%. حتى احنا عندنا مثل عراقي يقول من كثر ما حبوا وشابهوا، هذا مثل معروف، يعني انه انسان قد ما يوصل مرحله انه يشابهون يصير شبه بالوجه بيناتهم، كانه هي اخته مو زوجته. بالضبط، يعني حقيقه. فاحنا دائما نحس انه تاثير الجندر، الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل، كلش قوي بالمجتمع. هسه أنتي أبسط شيء، أي مشكلة تريد تحليها، لو تحدثت ويا أمها ما راح تحل، بس إذا تحدثت ويا أبوها تنحل المشكلة. طبيعة المرأة تحب الطرف الثاني إن يكون قائد لها بالحياة، وهو نفس الشيء. يعني إيش قد ممكن يقعدون ويا جماعته وينصحوا؟ لا حتى إذا قعدوا ويا جماعته ونصحوا تحدثوا ويا مواضيع هواية، تدري شنو النهاية؟ النهاية أنه يروح يبحث عن إنسانة بسيطة يحكي وياها ويغير الموضوع، حياته كلها تغير، يقول تعال تغيرك. طبيعة الإنسان هو يحب أن دائما يكون الكلام مريح مع الطرف الثاني، وهي نفس الحالة حتى المرأة. شوفي أنت اليوم حتى متحدثين ويا موضوع بالبيت، بالترديد تتحدثين ويا أختك مثل ما تحدثين ويا أخوك، صح؟ اختك كل شيء حكيتي لها، بصراحه كل شيء حكيتي لها، ما ضميتي عليها شيء، لكن منين جيتي اخذتي قرار؟ نفذتي منه؟ نفذتي اقتنعتي انه اخوك هو بالشارع وعنده تجربه ومر بحياه كبيره وكثيره وتجارب كثيره، هو احسن من اختي، اختي تواسيني. فاليوم احنا طبيعه الانسان البشريه هي تميل المراه للرجل والرجل يميل للمراه، بالاحاديث، بالقرارات، بالحياه، بالتغيير، بالتاثير. فهاي اليوم هي البنية صاحبة قرار، أما توقف فيها. شوفي أنا إذا أقول لك في الشيء إنه إذا هو مريض، الكلمة الطيبة ما تأثر عليه، لأن هو سويعات 4 سنوات و6 أشهر بينه وبين الاحتمال يبقى أقل من هاي الفترة، مو صح؟ بس بين إنه أنت يعني نفرض هي زوجته واستشهد، ما رحت أنا أعرف نساء بقت على أزواج سنين، ليش وفت له؟ أكو بيهم الزوجة السنة خلفت من عنده سنة ثانية واستشهد، ما بقت عليه؟ وهذا تاريخ يعني بيبياتنا وعماتنا وخالاتنا، تشوفيها تقول ليش لا، حتى الأسود متنزعة. فهي ما وصلت مرحلة إنه رب العالمين ما كاتب لها إن تكمل حياتها مع هذا الشاب، لكن النهاية اللي صارت لهم اثنيناتهم هي مرضية للطرفين، حتى ليش يشيلون البغض على بعض؟ انه اني يعني هي المفروض بعد ما تحاسبه، لان هو انسان شبه ميت، لانه منه اذا ما عالج نفسه هو في مرحله المناعه، يعني تدرين شنو نقص المناعه؟ اي يعني الهواء اذا ملوث ينهي، ممكن ايام تكون معدوده. فاحنا اللي نتمنى انه تبريد ذمه وان يكون قلبها كبير، والعراقيه معروفه بقلب كبير، يعني وهذا مو ذنبه، يعني احنا شباب لازم يتاثرون واحد بالثاني، تعرفين شو يقولون قبل الزواج؟ اكو طقوس، يعني انا عندي ابني اللي اكبر يعني كبير متزوج، اكو طقوس بين الشباب، اسوي لك تجربه قبل الزواج، مو راسا يعني تفوت تتزوج مباشره، لازم يصير عندك تجربه، خصوصا الشباب اللي هو اساسا
من متزوج ما عنده تماس حقيقي مع المرأة، فيشوف المرأة يعني ما يعرف يتصرف وياها، وشوفين فشل أكثر الشباب هي اللي تدخله، فهاي سبب، فيصير عنده دافع، تعال تجرب، تعال هيك ما أعرف شنو، شباب يدفعون بعض بيناتهم. هاي الضحية هو ضحية، اليوم ما حد خسر، يعني البنت خلينا نقول الله وفقها سبحانه وتعالى ورب العالمين راح يكتب لها قسمة ثانية مع أي شخص ثاني، وحسب ما سمعت إنه هي اتخذت قرار ثاني إنها ما راح تستعجل بالزواج، وهذا أهم شيء غلط. شوفي شلون تأثرت، وأنا قلت لك دائما المشكلة من تصير تصير عقوبة، ما تصير تجربة، هي اتخذتها عقوبة. فأني أتذكر إنه سم يعني آخر لحظات قالت أني إذا أجتني قسمة بأسبوع أتزوج. هنا أنا بهاي الحالة يعني الزوجة راح تأخذ كل حقوقها كاملة، زين، لأنه هي بدون موافقة، هذا مو تفريق، هذا طلاق خلعي، زين، يقوم به الزوج بدون الاتفاق مع الزوجة. أو حتى لو دخول تأخذ كل الحقوق؟ لا، هو بحالة عدم الدخول تأخذ نصف المهر المعجل. حتى لو كانت رافضة للطلاق يعني. ايه بالضبط، حتى لو كانت رافضة الطلاق. اما بالنسبة للزوجة فهي الزوجة لها حقوق حقوق وفق القانون، يجب ان تنتبه قانونيا لما لها وما عليها. زين، دائما اغلب الزوجات، اغلب مثلا اللي عقدوا من جديد، لا ما عندها دراية قانونية بحقوقها وواجباتها. زين، أنا أقول إنه لازم تستشير مستشار قانوني محامي، زين، ويعطيها الشيء الصحيح اللي ممكن تأخذه واللي مو ممكن تأخذه وهكذا. ما اقتنع، قال أنا 100% يعني أصدقاء صح بعدهم بس منتظرين، وأكو بيهم حلل مرة ثانية وطلع بي، وهاي شو نسوي؟ أنا ظليت ألح عليه إنه يروح يحلل، وأنا مسامحة من كل شيء، بس كون يطلع سالم كل شيء ما بي ونرجع نتزوج. يعني صوري أكثر من هذا الشيء إنه أنا سامحت، قنعته، ما حد يدري بالموضوع بس أنا وياه، بس أهلي يعني شكوا بإنه أنا شلون اختلفت عن بداية الموضوع، يعني أنا صرت شوية أحسن، ودائما مشغولة، ودائما يعني مو وياهم، عقلي مو وياهم، تفكيري مو وياهم. فراح قنعته قوة انه يحلل، ومن حلل طلع عنده للأسف يعني. فبعد ماكو حل، ويعني هو خسر نفسه وخسرني. هناك جهود، لكن الجهود يجب ان تكون حثيثة ومستمرة متعاونة، وكذلك متعاونة، والمجتمع يجب ان يكون جهد استخباراتي، يجب ان يكون جهد صحي تابع للوزارات كخلية أزمة. أنا أنظر لها أنه يجب أن تكون خلية أزمة بهذا الخصوص، لأن المراهق يرتاد هذا المكان ويصاب بأمراض خطيرة جدا قد تؤدي إلى الموت. يجب أن نحافظ على شبابنا من خلال مراقبة والتمحيص في أداء هذه المراكز. بالنهاية إحنا أعتقد ووفق وجهة نظري، مراكز المساج لا حاجة لها، توجد مراكز صحية قانونية داخل المستشفيات للعلاج الطبيعي وغيرها باختصاص دكاترة عراقيين موجودين. لا وجود لحاجة إلى أنه تجي بنية عمرها 20 أو 22 أو 23 سنة وتسوي مساج. هذا أنا بالنسبة لي أعتقد أنه يجب أن يرفض رفضا قاطعا، وإغلاق هذه المراكز أفضل من وجودها، وتقنين عمل مراكز المساج او المراكز اللي تعمل في وزاره الصحه في المستشفيات وغيرها. احنا اليوم بدنا نتحدث عن حالات يعني ممكن ترجع له وتساعده وتوقف وياه وتاخذه، وممكن بس هي خليه تستشار طبيب، خليه تروح طبيب اللي هو دي على جنبه، شوف جد نسبة علاجه وش قد ممكن ان يكون هواي. ترى مرة صحيحة الفترة أن يعني انا انصح اذا كان هو يعني هو هم ما له ذنب حقيقة، وهو لو كان انسان اناني كان تزوجها وطلقها ورا فترة بمشاكل، بس هو ما حب يأذيها، وحسب ما هي تقول انه ظل يبكي يعني دموعة. فاني حسيت انه هذا الشخص، لو نفرض انه اي شخص ممكن يكون، لو كانت هي مكانه، أنا اليوم دائماً أقول من أريد أحكم اليوم على
أي إنسان بالعالم أخذ نفسي بمكانه، لو كنت أنا بمكانها هي، لو كانت هي مكان هذا الشاب، شو تترجى من الطرف الثاني أن يوقف وياها أو يتركها أو يتنازل عنها؟ صح لما صح؟ فاليوم هي عندها فرصتين، الفرصة الأولى تودي أحسن أطباء وتروح وتسأل عنه وشوف تقريره، لأن هو مهما كان يعني شوفي إذا كان مصاب نسبة الإصابة مالته خلينا نفرض 40% حسب ما عرفت آني، فست أشهر إلى سنة يتوفى، فهذا الشخص ما راح يتوفى، هي آخر إنسان بحياته، الحب الوحيد بحياته، ما راح يقدر يتزوج بعد أي إنسان غيرها، أهله مصدومين، مجتمع مصدومين به، فخلي تبري ذمه إذا كانت هي يعني تحس إنه ماكو أمل وياه، خليها تتواصل وياه يعني إنه تقدر تساعده، وإذا شافت نفسها ما قدرت تساعده وإنه الأمور منتهية وإنه درجة مالته فوق 40 يعني لا سمح الله، قد تبري ذمه وتدعي له، لأن هذا اللي شوفي إنسان كل شيء ممكن يعوض بالحياة، بس من يتوفى هذا الشخص ما إلا إنه إحنا إن نبريدنا الذمة، لأن هي إذا ظلت تلوم نفسها وتلومه راح يكون الذنب عليه هو، حتقول دائما هو اللي سوى هو اللي سوى، راح تشكل الذمة، إحنا دائما نقول بري الذمة، خلي قلبك كبير يعني وبري الذمة، إذا شفتي النتيجة ما بيها أي مجال للعلاج. للأسف هو يعني ما أدري، الله يشفي الله يغفر له، ويعني أتمنى أكو حل هذا الموضوع. وهو يعني حتى أنا قلت مستعدة إنه هذا اللي أخذت إنه أبيع وكل شيء على مود، حتى لو يحتاج إنه يتسفر يلقى له علاج يلقى له حل هذا الشيء، ما أعرف يقولون ماكو حل. صح هو فكر بمصلحتي لأنه لو متزوجني كان هماتين أني صار بي. هسه الموضوع يعني أنا عندي يعني تجاوزته ودائما يعني اسال عليه وما اعرف حالته بعد، هو ما ادري يعني حكى الاهل او لا، احنا صح قريبين بس انتهت علاقتنا. المشاكل القانونيه المصاحبه لارتياد هذه المراكز مثل ما ذكرتها آنفا انه من فعل هذا الفعل فعل البغاء زين هو معاقب قانونا، وكذلك من يدير هذا من يدير النشاط هذا هو معاقب قانونا، لكن الشخص اللي يرتاد هذا المكان ويصاب بأمراض قد تكون هذه الأمراض عسيرة، يتعرض إلى مشاكل في حياته الشخصية بشكل عام، مثل مشكلته مع الزوجة أو مشكلة الزوجة مع الزوج وهكذا إلى آخره. زين بالنهاية قانون الأحوال الشخصية يقر التفريق في هذه الحالة في حال إذا تعذر علاج المرض. بس يعني أنا ما أعرف تفاصيل حياته، مثلا أسئله شونك شيء يجاوبني وبس، يعني بس خايفة راح يجي يوم خاف تنقطع أخباره أو يصير له شيء، لأنه هو حالته تنتكس وجاي نفسيته تتعب وجوز يفكر بالانتحار لا سمح الله. وبالنسبة لي بعد هاي التجربة أنا أنه الزواج بالنسبة لي صار أنه مو هدفي أنه أبقى سنين ويا شخص حتى هو هذا يوفي لي أو هاي، ما نعرف شنو راح يصير، بس أهم شيء أنه يكون يخاف الله وما يكون عنده هاي الأشياء. طبعا بالنسبة لها ممكن لها حق أنه تقدم اعتراض، وكذلك ممكن أنه إذا تريد تنتظر إلى حين زوال هذه العلة، إحنا نسميها علة بالنهاية، المرض هو علة بالنهاية، إذا زالت هذه العلة ممكن استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي. يعني أريد أقول للبنات أكو أشياء يعني مو اللي أنت يعني تنغصبين بيها، لازم تقتنعين بيها، وهو غلط إنه يقصد المفروض إنه يقنعني بهذا الشيء. أعطت نفسها العتب الكبير إن هي أعطت الشخص كل الحب خلال 4 سنين. لا أنت ما غلطتي، أنت وفيتي، والوفاء اليوم نادر بهذا المجتمع، أنت وفيتي وقفتي وياه وحافظتي عليه، بس اليوم الشخص هو مريض يعني المفروض انت ما تخنين عنه، هو ما تركك انه يعني حتى لو غلط ترى هو اخذ عقاب، هو تعاقب له ما تعاقب، تعاقب بمن بعمره بحياته، يعني هو هسه راح يبقى طول عمره خسر الانسان اللي يحبها، خسر سمعته، خسر مشاكله بين اهله وحياته. شوفي هسه هو حاليا ما يفكر باي واحد، يفكر شو راح يعيش،
حيبقى يخاف من المي ومن الاكل ومن الشرب، فهي المفروض تبقى متابعه. ليش؟ لانه هي باعتبار يعني انسان يحتضر عتها اخر لحظات والمفروض تبري الذمه، واحنا هاي العراقيات قلبنا كبير وقلبنا واسع، والله سبحانه وتعالى هو اساسا ما راح يرجع لها اذا كان مريض، فتبري الذمه وبتتخذ القرار اللي هي اتخذته اخر مره، انه اني اذا اتزوج باسبوع، يعني اذا انخطب باسبوع اتزوج، لا تعيدين نفس الكره لاحتمال يعني راح قولي بالعكس الحمد لله والشكر انه رب العالمين دائما يختار الافضل، وهذا الشيء قدر. حقيقه انا اريد اوجه كلمه زين او مناشده زين او تنبيه نسميه الى كل شاب عراقي، ابتعد عن دور ممارسه نشاط المساجد، لانها هي بالفعل الغالب منها هي ممارسة البغاء، بالنهاية هي ممارسة للبغاء، وقد تصيبك بأبشع الأمراض الخطيرة التي قد تهدر حياتك أو تسبب لك الفضيحة. ابتعد عنها أفضل لك.